من مرشح ولا والثورة لا يحتكر أحد، ولكن هناك خشية من أنك ترشح مثلا مرشح محترم المرزوقي وإلا سيف الدين مخلوف أو ترشح أي رمز من رموز الثورة. لكن ممكن ترشح قيس سعيد، هل هو رمز من رموز الثورة؟ لا، ما لم يعرف عنه تاريخ في الثورة، يعني لم يعرف أنه سجن ولا أنه كتب مقالا ولا، ولكن رجل محترم. يمكن أن تنتخب رجل محترم يعني مثل سيف الله مخلوف أو المرزوقي لتجد نفسك مع قد انتخبت في حقيقة الأمر الله وحدمك وحد ما، تجد نفسك انتخبت مرشحا ما عندوش حظوظ باش ينجح. ولذلك نحن بمعنى ما ثماش وراء حزب، هذا الشيء ما وراش حزب، لان حتى استطلاعات الراي كلها ما تعطيش فرصه لكثير من الناس من ان ينجحوا. من غير ما نذكر اسماء نقولوا ارشحوا مرشحا من اهل الثوره مش من غيرهم. ثانيا ارشحوا مرشح من اهل الثوره عنده حظوظ باش ينجح. ولذلك نحن مرشحنا عبد الفتاح مورو من رجال الثورة وعنده حظ كبير باش ينجح، ووراءه حزب، بحيث وقت اللي تنتخبه انتخبت حزب هناك تستأمنه على تونس. لو كان تسمح أستاذ رشد باش نحاولوا نمشيوا بوتيرة أسرع، لأنه برشا نقاط حتى للمشاهدين قاعدين يتكلموا. الغريب في الأمر الآن أنه الوعاء الثاني وعاء الحنيني للماضي لحد كبير، ومحاولة العمل على تغيير دستور البلاد وتحويله إلى نظام رئاسي، هؤلاء الآن بدأ بعضهم يتنازلوا لبعض، بينما أهل الوعاء الثاني وعاء الثورة مظهرش حتى الآن استعدادات، ونأمل أن تظهر استعدادات لو كان تسمح من أستاذ رشد أصدقائنا مراسلين للثورة استعدادات لو كان تسمح ليرشح بعضهم بعضا ليتنازل بعضهم لبعض. فيما يهم وعاء الثورة، هناك بعض التحفظات اللي لربما هي اللي تفسر أنه جزء من هذا الخزان، خزان الانتخابي خلينا نقوله لجماعة الثورة، يهرب إلى مترشحين أخرين. هناك حتى من النهضة من يلوم بعض مواقفكم غير واضحة، مثلا هناك شكون يقول أنه حتى توليد في الليد مع وجوه بارزة من المنظومة السياسية السابقة، وهناك مثلا عندكم موقف غير واضح في مسألة مقترح المساواة في الميراث بين المرأة والرجل اللي كان اقترحه رئيس الباجي قائد السبسي الله يرحمه. نحب إجابة في النقطتين هذوما مباشرة وباختصار لو كان تسمع أستاذ راشد. أحسنت. يعني موضوع الميراث موضوع الموقف فيه قاطع، لا لتغيير قانون الميراث الوارد في مجلة الأحوال الشخصية والوارد في صورة النساء. الموقف واضح، موقف الأستاذ عبد الفتاح توا كنا نسمع فيه وردده في أكثر من مكان أن هذا المشروع قسم التوانسة، ولذلك نحن نرفضه جملة وتفصيلا. الجانب الثاني فيما يتعلق بالموقف من النظام القديم وأنه نحن تنزلنا للنظام القديم، هذا شنشنا، هذه ما عندهاش قيمة، دعاية سياسية ما عندهاش قيمة.